عندنا بقى ايه بقى النقد الدولي، مصر جادة في مواجهة مشاكلها، ده خبر برضو كويس. توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الموازنة وارتفاع النمو ل 3.5% العام المقبل وتحسن عدة مؤشرات اقتصادية في مصر. وقال التقرير ان الحكومة هتنجح في تخفيض الموازنة العامة من 12.2% الى 11.5% في سنة 15، وده كويس. يبقى احنا بنقول كويس، بنتحرك قوي. السوفالدي في 8 في اسكندرية، تمام خلاص راح الفيروس سي، راح مشي. طيب كويس. او الاستاذ عبد الخالق فاروق هيكون معانا يعلق على خبرين عندنا، الاولاني صندوق النقد، التاني بقى حاجه مهمه جدا بتحصل وعايزين رايكم معانا. يعني احنا مش بنوجه ولا بنقول حاجه، احنا عايزينكم تخشوا معانا في الحكايه دي. راجل موظف بنكي مميز، يعني ايه؟ يعني خبير بنكي عالمي جامد جدا مميز، زي ما في لعيب كوره مميز، زي ما في ممثل مميز، هو برضه في شغلته حاجه جامده. قوم بقى ايه بنك مش عارف ايه الدولي العالمي هياخده بمش عارف كام الف دولار وبتاع حاجات زي كده، نقول له خليك معانا بس عندنا حد اقصى. هنا بقى نروح ونيجي مع بعض بقى نتكلم، ايه رايكم في الحكايه ديت؟ تعال نسمع راي الاستاذ عبد الخالق فاروق. استاذ عبد الخالق مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير يا استاذ. ازي حضرتك، وحشني. تسلم، الله ربنا يخليك. تحت امرك. دلوقتي صندوق النقد الدولي بيتوقع تراجع عجز الموازنه، ايه راي سيادتك في الحكايه دي؟ لا، انا اظن انه تقديرات صندوق النقد الدولي مش مبنيه على تقدير صحيح ولا حسابات صحيحه، لانه حجم النفقات في الموازنه العامه للدوله بتزيد من ناحيه، وحجم ايراداتها المتوقعه في ظل ده شرط ضروري، في ظل السياسات الراهنه الان، سواء السياسات الضريبيه او مستوى تشغيل شركات القطاع العام اللي هي كانت جزء مهم في ايرادات الدوله. انا اظن الايرادات في طريقها للانخفاض، لانه على الاقل هيئه قناه السويس كل 3 شهور هتوفر 2 مليار جنيه لتسديد فوائد شهادات الاستثمار الخاصه بمشروع قناه السويس، وبالتالي الفائض المحول من هيئه قناه السويس لصالح الخزانه العامه هيقل على مدار السنه. يعني انت سيادتك بتقول دلوقتي باختصار عشان بس المشاهد ينضم لنا معانا يبقى مركز معانا، ان اللي جاي هيقل والمصاريف هتزيد. بالظبط، لانه في يعني انا دلوقتي بقبض 10 جنيه، العشرة دي هتبقى 8 مثلا يعني، والمصاريف المطلوبه مني هتبقى 15. او مش هتزيد بالدرجه اللي تقدر تغطي بيها زياده النفقات، خاصه انه في طموح استثماري في البنيه الاساسيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومه الراهنه، ومعظم مشروعاتها رايح في اطار البنيه الاساسيه اللي هي بنيه مش ملهاش عائد سريع. طبعا عائدها صعب جدا، عائدها صعب جدا. صحيح. طبعا صحيح. فاذا تقدير صندوق النقد الدولي مش دقيق، والحقيقه عودنا صندوق النقد الدولي. طيب خلينا نقول بصفتك راجل متخصص في الارقام الاقتصاديه وراجل خبير في هذا المجال، طيب نقول هتتساوى يعني ما يحصلش مشكله ولا هنقل؟ لا، هو اولا مع توافر مصدر للتمويل الخارجي، سواء بزياده الاستثمارات من بعض الاشقاء العرب مستثمرين، كانوا سواء صناديق سياديه حكوميه للدول العربيه الخليجيه او مستثمرين، جزء من العجز ده بصفه خاصه في ميزان المدفوعات هيقل، وبالتالي الضغط على الاحتياطي النقدي ربما يقل الى حد كبير، لكن هيظل مشكله كبيره. طيب. في الموازنه العامه للدوله انه هيظل في عجز كبير جدا، طالما انه الوضع السياسات الماليه الراهنه على ما هي عليه. لو جرى تغيير وتغيير بوصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته فيما يتعلق بتحميل الأغنياء بأعباء، وإحنا في المسألة دي تفاصيل كتيرة يا أستاذ محمود، لو عرضناها عليك هتكتشف إن إحنا عندنا فرص لموارد كبيرة، لكن محتاجة إرادة سياسية. طيب أنا يعني لها نمط للتحيز الاجتماعي ربما يكون مختلف شوية عن الحكومة الراهنة. طيب لازم نبقى نقعد مع بعض قعدة مطولة لتحليل هذه الأرقام، لأن سيادتك راجل خبير مهم، وده كلام مهم جدا، ومش عايزين نخض الناس يعني، إنما نتكلم مع بعض بحثا عن الافضل ان شاء الله. تمام. طب قول لنا كمان بالمره استاذ عبد الخالق، بدل معانا حضرتك، الوديعه القطريه اللي رجعناها دي في مشكله عندنا ولا عادي؟ هي
هي مشكلة، لكن أولا مقدور عليها لأنه في مصادر للتمويل، سواء من زيادة تحويلات العمالة المصرية في الخارج، والمصريين في المسألة دي عندهم حس وطني عالي جدا، يعني لما بيحسوا انه البلد في مأزق زي ما حصل بعد ثورة 25 يناير، تحويلات العمالة المصرية في الخارج تضاعفت زادت جدا. ده صحيح، ده صحيح. دي واحد. المصدر الثاني انه عندنا مازال دول الخليج وبصفة خاصة المملكة السعودية والإمارات عندها رغبة في مساندة الموقف المالي والاحتياطي المصري بصورة معقولة. طبعا مش ضروري الراهن على ده لمدة طويلة، لان ده برضو له تأثيرات غير إيجابية سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي، لكن هم حتى الآن الموقف معانا معقول، وبالتالي مفيش خطر من تسديد الوديعة القطرية على الإطلاق. طيب نيجي بقى لهجرة القيادات البنكية عشان خاطر حكاية الحد الأقصى ده، مش عارف رأي حضرتك فيه إيه. لا، الحقيقة إنه أولا كان حصل قريب من فترة قصيرة لقاء بين محافظ البنك المركزي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسير هذا الموضوع، والراجل قال بوضوح إنه في احتمال ان ناس بعض القيادات المصرفية المهمة تسيب البنوك الحكومية، وبالتالي ده يأثر بسبب الحد الأقصى. وكان رد رئيس السيسي الحقيقة رد واضح جدا وصارم، وفي نفس الوقت في استشعار بأهمية ووطنية المراهنة على وطنية الناس. قال اللي عايز يسيب يسيب، يعني انتوا خدتوا او القيادات دي استفادت من مصر سنوات طويلة، وبالتالي آن الأوان إنهم يقدموا، مش إنهم يستمروا على ما كان يجري. الحاجة الثانية بالإضافة إلى إنه ده ممكن يكون أحد وسائل الضغط على صاحب القرار السياسي والاقتصادي للتراجع عن فكرة الحد الأقصى الأجور، لكن عايز أقول لك يا أستاذ محمود، عندنا 200 قيادة مصرفية في القطاع الحكومي في البنوك الحكومية بتتحصل سنويا على الأقل 650 مليون جنيه، وقد تصل إلى 800 مليون جنيه. 200 قيادة مصرفية، ولو لو لو ذكرت لك أسماء بالأرقام بالمكافآت اللي بياخدوها سواء من مصادر متعددة سواء يعني هؤلاء الأشخاص بيحققوا مكاسب للبنوك اللي بيشتغلوا فيها، ولا هم ده فساد؟ لا ده مش فساد، بس في نفس الوقت إدارة غير رشيدة للموارد الاقتصادية للدولة في حالة مصر. اولا فكره انه هذه القيادات لا يمكن تعويضها من قيادات الصف الثاني دي اكذوبه كبرى. لا، احنا عندنا قطاع مصرفي ربى الاف من الكوادر المصرفيه الممتازه اللي مش واخده فرصها، لانه جزء كبير من شغل المناصب القياديه في العمل المصرفي كان قايم على عنصر المحاباه والمحسوبيه والشلاليه، والدور المهم اللي لعبه جمال مبارك في اختيار القيادات المصرفيه من سنه 2000 تقريبا. طيب انت رجل خبير في الارقام. نعم. مش في ناس في عالم الاقتصاد والبنوك مميزين يعني موهوبين، ولا هم كلهم ناس مجرد ان عندهم خبره بيبقوا زي بعض؟ لا طبعا في فروقات وفي تمايز، والمقبول انه يبقى في بدل يمكن اضافته، بدل يتم الاتفاق بشانه للتمييز ما بين القيادات اللي لا يمكن الاستغناء عنها او القيادات المهمه. لا انا مش بتكلم على مصر ممكن تستغنى عن اي حد لان مصر ولاده. نعم. لكن احنا بنقول انه بنستوعب الفكره عشان ما نبقاش المساله بياخدوا فلوس كتير لا احنا بنتكلم على انه العقول الاقتصاديه هل هي متساويه؟ يعني ناس ندخلهم كليه معينه ونعلمهم لغات معينه ونعلمهم حاجات معينه يطلعوا زي بعض؟ لا مش بالضروره زي بعض، بس هيبقى في درجات من الكفاءه. ايوه في موهبه في الحكايه، في حد بيبقى عنده موهبه كده بيبقى شاطر. تمام، بس عايز اقول لك برضو، لان احنا يعني متابعين بدقه ما يجري في العمل المصرفي الدولي وما يجري في العمل المصرفي في مصر، انه مش زي ما البعض متصور انه البنوك الاجنبيه هتتخطفهم. البنوك الاجنبيه من بعد سنه 2008 واللي سببوا انهيار كبير في العمل المصرفي والازمه الماليه والاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم الراسمالي كله ولغايه دلوقتي ما عرفش يخرج منها، كان بسبب سوء اداء القيادات المصرفيه اللي كان ينظر اليها سواء في سيتي بانك ولا في بانك اوف امريكا او في غيرها من البنوك، ان دول خبرات لا يمكن انه لا ما هو ده خطا تقديري من البنوك او من البتاع حاجات زي كده.
محمود. سياسات. اه طيب كويس. مجموعه السياسات والاجراءات ونمط الاداء اللي قام على. طيب طيب خلينا نلخص يا استاذ عبد الخالق، يعني هم دلوقتي انت مع فكره ان يتصرف لهم نوع معين من الارباح مع ترشيد الارقام الفلكيه اللي سيادتك بتقولها دي؟ اه طبعا، لان هم بياخدوا ارباح، هو كل العاملين في القطاع المصرفي بياخدوا ارباح وفقا لدرجاتهم. لا انا بكلمك، لا يعني المتميز اللي انا احس ان هو فعلا متميز في الحكايه دي نزوده شويه. انت موافق على الفكره؟ ما هي المعايير الموضوعيه، لابد من الاتفاق على المعايير الموضوعيه. تمام اللي تمام. هتتحول الى وسيله للالتفاف وبرضه لتاكيد مفهوم الشلاليه او الوساطه الفساد اللي الناس متعوده عليه. طيب يا استاذ عبد الخالق انا بشكرك شكرا جزيلا، الخبير الاقتصادي الاستاذ عبد الخالق فاروق. يعني قولوا لنا رايكم على تويتر، هنقول لكم كذا حاجه النهارده تشاركونا فيها.